الخير مشاهدينا. كلكم ناطين تعرفوا كيف رح يكون حظكم بنهاية هالأسبوع، بس قبل رح خبركم عن علاقة برج العذراء ببرج الحوت. علاقة كتير حلوة بتجمع بين العذراء والحوت، فالتناقض بين هالبرجين بيخلي علاقتهم تكون مثالية ومتوازنة. بينجذب برج الحوت لغموض برج العذراء وبطريقة يلي بيساعدوا فيها لتنظيم حياته، وبالمقابل بينسحر برج العذراء برج الحوت وبطريقة تفكيره. بيساعدوا بعض دايماً لتخطي مشاكلهم للوصول لأهدافهم. المهم بهالعلاقة إنه كل واحد بيعرف حدوده وبيتقبل فوارق والاختلافات وبغض النظر عن أمور كتيرة. تروني بكرة أخبركم عن صفات مواليد برج العذراء التابعين للعشرية الأولى، وهلأ بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. تبي من الخطوات الغير مدروسة اليوم، بحث عن الاستقرار وابتعد عن الكسل. مسؤولين عنك عم بيركزوا كتير على أدائك وعم بيراقبوا كل أعمالك. عاطفياً بلش بالبحث عن الشريك المناسب. برج الثور خد وقتك بالعمل وما تستعجل، فأي خطأ هالفترة ما رح يكون مقبول ورح ينزعلك صورتك ونظرة رؤسائك إلك، فكن دقيق بكل خطوة بتعملها. من الناحية العاطفية ما تتدخل بأمور الشريك الشخصية. برج الجوزة بيسبب لك أحد زملائك مشكلة إدارية ما بتقدر تتخلص منها بسرعة، واجهه وحمله مسؤولية أخطائه وابتعد عن الروتين بحياتك المهنية والشخصية، وخصص وقت للراحة لتحسين علاقتك الاجتماعية. برج سرطان العمل عم بياخد منك وقت أطول من يلي خصصت له إياه، بس معليه هالفترة مليئة بالنشاط والنجاح، ورح تلاقي الكثير من الأمور الحلوة بالعمل يلي رح تخلي حياتك المهنية أفضل من قبل. عاطفياً أنينتك بالحب رح تنزع علاقتك بالشريك. من كافة أبراجنا برج الأسد بتخوض بعض الحوارات الذكية والشجاعة، بتدخل بأعمال زملائك تتلاقي حلول للمشاكل والخلافات يلي عم بيواجهوها، ورح تلجأ للشريك لمساعدتك بتخفيف الضغط عنك. برج العذراء عم بتلاحظ هالفترة إنه جميع أشكال التعاون عم بتكون فعالة، لأن أهدافك بتتوافق مع أهداف يلي حولك. استفيد من طاقتك وحيويتك وقوم بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق. من الناحية العاطفية، الشريك بيعتمد عليك بأمور كتيرة، فكون قد هالحمل. برج الميزان عم تتجه للروتين بشكل غير اعتيادي، وحابب تضل بجو من الهدوء وتقضي وقت لحالك. انت شخص متفائل كتير وعندك امل دايم بفرص جديدة، الامور عم تتجه لصالحك فخليك صبور. برج العقرب كون صبور وما تتسرع باتخاذ القرارات من دون استشارة زملائك. الاخرين عندهم حق بابداء ارائهم، فاستمع لهم واستفيد من خبرتهم. عاطفياً اعتمد على قلبك أكثر من عقلك بقراراتك. من كافة أبراج نوع برج القوس، مهما حاولت تبتعد عن المواجهات ما رح تنجح بالأمر. كون دقيق بمواعيدك ومركز على أعمالك، فبانتظارك فرصة عمل كبيرة، حاول ما تضيعها. من الناحية العاطفية، فكر بإيجابية بمستقبل علاقتك بالشريك. برج الجدي خفف من قسوتك ومن فرض سلطتك على الآخرين، وعملهم بطريقة مهذبة وحلوة. استفيد من التجارب يلي عم تمرق فيها وتعلم من أخطائك. عاطفياً حاسس إنه الشريك عم بيخفي أمور عنك، واجهه لتكتشف كل الحقيقة. برج الدلو مزاجك متقلب اليوم ومنك مبسوط، بتشعر بالذنب وخايف إنه تنفضي حلقة كنت مخبيها على الكل. ما تتورط بقضايا مالية تتخطى قدراتك وإمكانياتك، ابتعد عن التشاؤم وما تفقد الأمل. برج الحوت الوضع حولك بعده صعب، حاول تروق وتبتعد عن نقاشات وتتواجه مع زملائك. رح يخف توترك خلال النهار، بس رح تعكسك الظروف بسبب مشاكل عائلية وشخصية. بالنسبة لمولود اليوم فهو مسالم، بيكره النقاشات والخلافات. حساس، دقيق، إرادته قوية، متمسك بالتقاليد والعادات، بيبني كل علاقاته على الصدق والتفاهم، بيفكر كتير قبل ما ياخد أي قرار. من مواليد اليوم مغني، موسيقي، ملحن والكاتب كاظم الساهر. ولد كاظم الساهر عام 1957 بالعراق، وبدأ مسيرته المهنية عام 1984، وأصدر عدة ألبومات وأغاني لقيت نجاح كبير. يعرف عنه أنه لحن معظم أغانيه، ولقب بعدة ألقاب، أهمها سفير الأغنية العراقية وقيصر الأغنية العربية، اللي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.
هيدا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده ام تي في لايف.